بس قبلها مع ميمي حنتكلم عن تفاصيل واحد من القطع المفضلة عند الصغار والكبار والرجال والنساء، وكل واحد فينا عنده كذا بنطلون جينز لكن ما يلبس غير اثنين أو ثلاثة المفضلين عنده أكيد. فخلينا نروح لميمي. أصبح عليها، يسعد صباحك يا ميمي. صباح. وأنا وإنت اليوم جينز عشان نتكلم عن هذه الفقرة. بس فعلا يعني إذا نفكر في الموضوع، يمكن عندنا كل واحد كم، يمكن 10 جينز في الدولاب، بس في واحد او اثنين هو اللي دائما نلبسه عشان مرتاحين فيه. يعني الفترات القديمه كنا دائما نختار الجينز يلي الافضل لنا وبنضلنا نكرره وبنرجع بنشتري نفس القصه. صح صح. لكن بالاونه الاخيره قد ما صار الجينز عنده وجود حتى يعني عند على منصات الموضه، وصار يعني بيعتبر قطعه غاليه بخزانتنا لانه فينا نشتري جينزات بالوفات الدولارات، صار فينا نقول انه عندنا جينز لكل مناسبه. وفينا من الجينز نركب اطلاله كامله بتكون على الموضه، او فينا نضلنا باطار الكلاسيكي. مع انه في الشتاء ما تحسي ميمي يخف الجينز شويتين؟ يعني تحسي انه سمر لوك اكثر؟ لا، لانه ليكي مع بالجينز كمان في عندك سمك. صح. يعني في عندنا جينزات بتبقى سميكه ما بنلبسها بالصيف، وفي جينزات مشتها بتبقى أرق فيها نلبسها بالصيف، فمنه معيار لانه موجود طول السنه كل المواسم. ممتاز. صراحه. ولكن قبل ما بلش بصيحات الموضه لهيدا الموسم للجينزات، في عندي خبريه كثير مهضومه من اجواء الكورونا. انت مهضومه، يلا قولي لنا. فيبدو في طالب باحدى الجامعات عمل دراسه تيشوف كميه البكتيريا على الجينز. أوكي. لبس الجينز على 15 شهر بلا ما يغسله. أوكي. 15 شهر؟ إيه. بلا ما يغسله، ورجع غسله وقبل ما يغسله فحص ليشوف شو كمية البكتيريا. أيوه. طلع عنده عدد معين ضئيل صراحة. أوكي. رجع غسل الجينز وفحص الجينز وما فرقت كميه البكتيريا على الجينز، ففيكم تلبسوا جينزكم قد ما بدكم. اوكي. انا حسبت العكس، قلت شكلي حروح اغير، بس لا اوكي تمام كويس انه ما في بكتيريا في الجينز. طيب يبغى لنا نسوي ماسكات بالجينز ولا ايش رايك؟ كيف بتقدر تكونوا كثير حتتنفس؟ لا 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 لا. طيب تنرجع على الموضه، اذا بدك العنوان العريض للجينزات هذا الموسم، بفتكر بركي من وراء انه ضلنا كثير ناس لابسين ملابس مريحة لإلهم بالهيدا، فأغلبية الجينزات الرائجة هذا الموسم جينزات مريحة. وأكثر شيء فيني أفكر فيه بيجمعهم كلهم هو الخصر العالي. ينحف أصلا. فأغلبية الجينزات خصرة عالي. وأول الجينز رح نحكي عنه هو الفلارت يلي أوكي. مثل ما أنا لابسه اليوم يلي بيكون رجلي واسعين، خصره عالي، ومن بس لازم ننتبه انه ما بيكون ضيق 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 بعدين بيفتح. أوكي. بيكون واسع نوعا ما على الفخاد، يعني ما هو ستريتشي ابدا. لا، وبيرجع بيفتح اكثر على الرجلين. والحلو بهذا الموسم ما ضروري نلبس معه كعب عالي كثير بلاتفورمز لحتى مثل ما كان ضيق من قبل، في يكون ما هالقد طويل. ممتاز. لحتى مشان هيك صوفه مريح وعملي بنفس الوقت. اوكي. رح بنتقل لكمان عم نشوفهم بالصور، بفتكر بنقدر نكون عندنا انسبيريشن منهم لهالجينزات، لانه فينا نلبسه مثلا مع بليزر. اكثر مصممين هذا الموسم حملوه مع قميص بيضاء وبليزر على الطريقه الفرنسيه اذا فينا نقول. طبعا فينا نلبسه مع فيست مثل ما انا لابسه اليوم، فينا نلبسه مع قميص وميول برجلينا. ففي طرق سهله نعمل ستايلينج لهالنوع من الجينز. الجينزات الثانية يلي رجعت لنا كمان فينا نعتبرها ضمن اطار الجينزات الكلاسيكية هي الستريت كات. أوكي. يلي هي الجينز يلي رح فرجيكي عندي جينز هون ستريت كات، بتكون الارجل تبعه عم نشوف بالصور، وبرضه ليكي كيف رجله من فوق لتحت نفس العرض. حلو. هذا كمان لونه هذا شوي اسيد ووش. اوكي. فنفس العرض. انا بعتبر هالجينز من القطع الكلاسيكيه وهيدا خصر عالي. بيناسب لاغلبيه انواع الاجسام. ممتاز. يعني سهل نلبسه ومناسب جدا لكل انواع الاجسام. هذا الجينز حقك شكله؟ هذا الجينز تبعي. ابغى اشوف المقاس. ساره ابغى اشوف يدخل فيه ولا لا. اكيد ما حيدخل فيه. على هال. بس عندي علوميه لكم حتى تعرفوا اذا ما عندكم وقت تقيسوا الجينز فيكم، تعرفوا اذا كان مناسب لكم
بتحطوا كوعكم هون اوكي بتحطوا الكف هيك اوكي اندن بتشوفوا اذا كان مناسب لكم. ليه اشتغل طب اليد والكوع ما فهمت؟ ما بعرف بس هيدي اغلبيتها هيك علوميه بتحطي اوكي وبتفوتي يعني يعني اوكي ممتاز خلص مجازي بنطلون اوكي اورايت طيب سو هالجينز هيدا انا بفضل لانه بيقدر يعطي شوي طابع ذكوري اوكي لهيدي القصه فحلو دائما نلبس معه مثلا توب انثوي لطيف لحتى لو فينا نلبس معه كمان البوتس او سليب اونز بيطلع بكل مش بس مهم الجزء العلوي يكون انثوي لحتى نعطيه طابع لطيف. جينز ثاني بيناسب كل الاجسام البوت كات اوكي رح فرجيكم شو الفرق بين البوت كات وال البوت كات اللي هو يعني تلبس مع بوت اوكي شوف الفرق طلعي ساره البوت كات بيكون جالس من فوق اوكي ومن تحت ما بعرف اذا عم بتشوفي معي كانه ستريت ولا ايش لا شوي شوي اضيق اوكي بيفتح شوي من تحت بس هذا طويل ولا كان برمودا ليكي كيف من هون هون اعرض من هون اوكي اوكي وهيدا كروب منه طويل كثير ومناسب كمان لكل الاجسام خاصه للستات يلي بيكون عندهم مثلا شوي ارداف عريضه أوكي. هالجينز لانه من تحت بيرجع بيعطي توازن مع العرض يلي عندهم اياه على الارداف ليه سموه بوت كات؟ بوت كات لانه سهل انه تفوتي البوت من أوكي. تحته ذاتس واي أوكي. بكل بساطة أوكي هل بفتكر في جينز قفيته هو الجينز يعني كمان رجع لنا من حقبة التسعينات الجينز الممزق ما بعرف إذا مخرج فينا نرجع على السلايد اللي كان قبل أوكي. الجينز الممزق أنا ماني من محبين أنا ما أحبه كمان ما أعرف ليش بس رجع لانه يبدو في عدد كبير من الانفلونسرز على الانستغرام رجعوا لبسوه اوكي هلا طبعا لبسوه بطريقه ممزقه كثير انا نصيحتي ممزقه كثير انا نصيحتي للاشخاص يلي مثلا مثلي انا ومثلك ما بنحب نلبس هالقد يكون في مثل على الصور مثل ما شايفه بيكون في يدوب في عندنا مزق بالجينز او في عندي لكم طريقه ثانيه مثلا هيدا الجينز انا لإلي لانه انا ما بحب البس كثير ممزق ويبين جسمي من تحت للجينز فينا نلاقي هالنوع من الجينز اللي هو بيكون زي مبطن بالجينز مخزق يعني. بس برضه مبطن اوكي, أوكي. ممتاز so أيه. انا اتذكر صراحه طلع موت يعني ايام انا كنت مراهقه وكانوا اهلي يعني كان ما يعجبهم اللوك كان يقول يعني احنا بنشتري لك ملابس ليه بتلبسي شيء قديم هو مو فاهم مو قديم هو هذا الستايل يعني انا بتذكر حتى الوالده قلت انه دفعتي مصاري لحتى بالضبط جينز بالضبط يعني ما في منطق بس هو ترند وكل واحد على حسب ذوقه يعني اكزاكتلي فهالنوع مثلا من الجينز ما بنصحكم تدفعوا حقهم غاليين وين الجينز المستقيم او الفلارد ما عندي مشكل حرام تو انفست لانه حتلبسون على سنين طويله ويمكن ميمي انذر تيب انه ممكن لو جينز قديم واوريدي يعني نظيف ممكن احنا نشكشكه في البيت يعني لو حسينا انه خلص حدا شاطر بيقدر يعرف يدرس ويخيط اكيد ليه لا في عندي جينز ثاني لكم دارج هيدا الموسم ما رح اعرف فسلكم مزبوط الكلام شو هو قصه تايبر جينز رح فسر okay. بس شو معناتها التايبر جينز لحتى نفهم شو القصه هلا بنشوف على الصور شو التايبر جينز ساره شوي وضحت الصوره اذا قلت تايبر جينز على الصوره ولا لازم برضه شو اسمه تايبر ولا بيبر؟ تايبر تي اي بي اي ار اي دي اوكي تايبر اللي هو واسع شوي خصره عالي ساره وبتحسي شوي الفخذ بينفخ شوي وبيرجع بيضيق من تحت اوكي بس هذه لازم وحده رجولها مره نحيفه صح؟ ليكي صراحه شفته على صبايا جسمهم ممتلئ ومش بطال شو يلي ينقذ الموقف والله ميمي قالت ابروف على جسم اوكي الخصر العالي أوكي. ينقذ صح 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 ومجرد لبستي مثلا انا لإلي التيبرد بفضل دائما البسه مع كعب لحتى ينحف القامه لانه هو عنده شويه نفخه على الفخاد أوكي. فمع كعب عالي بيساعد انه تبين الاطلاله حلوه
خلصنا. انت لابسه جينز؟ لا 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 خلصنا. يلا يلا. انت لابسه؟ انا لابسه جينز. واحد من الجينزات يلي كثير رائجين يلي هو بين البوي فريند والستريت كات. أوكي. وهو من اكثر الجينزات فينا نقول يلي هلا كثير رائجه. الجينز اللي لابسته ساره وبعتبر مخرج نبغى صوره بليز للجينز. صوره عم نعمل موديلينج وهو من احلى الجينزات يلي بيناسب كمان عدد كبير من الاجسام خاصه يلي عندهم كمان بالشكل الإجاصة شكل جسمهم على شكل إجاصة هذا كثير مناسب. انا إجاصة يعني؟ لا انت مش إجاصة بس عم بقول لانه شو يعني إجاصة؟ يعني بيكون عندهم من تحت فوليوم اكثر من فوق. بيكونوا كتفاتهم كثير ضيقه وبيكون عندهم فهالجينز بغطي هال. شوفي انا بصراحه هذا الجينز انا ومين اشتريناه امس صح وقررنا انه لو هو واسع بعدين ساره كانت عم بتقلي انه واسع علينا واسع من هنا يعني اكزاكتلي بس قلت لها افضل انه نتركه واسع من ما نجيبه ضيق لحتى يضلهم لانه يبين بين البوي فريند يعني بوي فريند كانك عم تلبسي بنطلون خيك او فبدل ما لازم يكون هيك شوي مهمش ومريح بصراحه مريح خفيف وزي ما قلت عشان السر عندها هي مريح مريح صح والله انا احب اكون ستايل ومرتاحه صراحه بنفس الوقت واعتقد كل الناس في هذا الزمن صار يبغوا يكونوا مرتاحين. عم اقول لك هذا من وراء كل هالفتره اللي قعدتهم بالبيت الناس لبسوا سويت بانس فصار مشان هيك الحلو انه الجينزات هذا الموسم مريحه. بعد عندي برضه كمان الجينز يلي رح منشوف بالصور في اكثر لانه انا مثلا من الاشخاص اللي ما كثير بحب الباتش وورك. فينا نشوف صور الباتش وورك مخرج الباتش وورك يلي هو هلا شفناه اول شيء عند ديار بتشوفي من كل جينز عليه مليون قطعه مختلفه. أوكي. هلا انا لاني ما كثير بحب انا البس باتش وورك وبركي طولي ما بيسمح لي كمان سو مثلا عندي هالجينز في عنده بس هون الباتش وورك على من على الرجل ففينا نحن نختار بالاخر ما نكون سليف للموضه انه خلص هيدا دارج فينا ننقي الشيء اللي نحن مناسب لنا. فانا لإلي هون هيدي الباتش وورك هي هيدي اللمسه الصغيره اللي مناسبه لإلي. شكرا ميمي يعطيك الف يعني عافيه. يعني بيتي لانه كان بعد بدي خبركم عن واحدة كمان بس هيك بشكل سريع اذا فينا نشوف الصور لانه رجعت موضه الجينزات نحط البوتس فوق الجينزات. اوكي. رجعت كمان درجه نلبس الجينز يلي هلا نشوف اللي عم نشوفها هي الريدان. أوكي. يعني كرمال نخفف من التلوث بالبيئه كل الجينز بده 10,000 لتر مي لحتى يصنع فمشان هيك في بعض الماركات عملت الجينزات قديمه لزقتهم على بعضهم يعني ريدان وبنرجع عم بيرجعوا والله ممتاز يعني كويس ان الفاشن اندستري صارت بدات تفكر في البيئه وبتحاول قد ما تقدر كمان استخدام الاقمشه. هذاك اليوم حتى شفت براند هنا بيست ان دبي بيسووا ملابس جيم من الكوكونات والبامبو. تخيلي ففي يعني ناس بتفكر وحلو هذا الشيء. شكرا ميمي يعطيك الف عافيه.